تحية لكم من جديد مشاهدينا، يسعد صباحكم بكل الخير والصحة والعافية. متواصلين معاكم في فقرات ومساحات صباح الشروق، وفي المساحة الفائتة كنا تابعنا احتفال الاتحاد السوداني للشطرنج ببطولة الجمهورية الأولى للناشئين، وقناة الشروق كعادتها كانت حاضرة، وأكثر فعالية خاصة في هذه في هذا الحدث، وكانت هي الراعي الإعلامي، فقدمت شهادة تقديرية من الاتحاد أو من رئيس الاتحاد تحديدا لقناة الشروق باعتبارها الراعي الإعلامي ولدورها الفاعل في مشاركة النشئ لهذه البطولة. بالتأكيد احنا بنشكر طبعا محمد فتح الرحمن زميلنا اللي كان موجود خلال 3 أيام لهذه البطولة، يعني وزارة الشباب والرياضة من الاتحاد السوداني للشطرنج بطولة الجمهورية الأولى للناشئين، شهادة تقديرية بأسمى آيات الشكر والتقدير، يصلنا أن نمنحكم هذه الشهادة تقديرا لمجهوداتكم الكريمة في إنجاح بطولة الجمهورية الأولى للناشئين إعلاميا، ونحسبه تكريما صادف أهله السيد عمر عبد الله دياب رئيس الاتحاد. وصلتنا إلى الآن يعني هذه الشهادة، احنا سعيدين بها حقيقة، ويمكن التكريم دائما هو عبارة عن وفاء لمن يقدم المساعدة والمساندة والعون، وبالتأكيد مثل هكذا شهادات هي نفخر بها في قناة الشروق، وتتضمن عدد كبير يعني من يدخل خلينا نقول في رف من رفوف يعني قناة الشروق التي فيها عدد كبير جدا من التكاريم المختلفة. تأكيد الأدوار الكبيرة للشطرنج يمكن عرفتها دول كثيرة، وخصصت لها يعني لدرجة وزارات، يعني في روسيا الآن في وزارة الشطرنج، فبالتأكيد الاهتمام هذه الدولة بالإمكانات العقلية وتطوير الذهني بالنسبة للأطفال بالنسبة للكبار أنشأت هذه الوزارة، نأمل إن شاء الله بأنها تكون خطوة إيجابية وخطوة كبيرة لتطوير النشء بالتأكيد في